ممكن بس قبل ما نبدأ أو قبل ما أبدأ كلمتي نقف دي أحداث على روح شهدائنا من الجيش والشرطة. اتفضلوا. أكتر من 5 شهور تواجدنا في جميع محافظات مصر وفي جميع شوارع مصر، والحمد لله تمكننا حتى الآن من جمع أكتر من 18 مليون تقطيع. نصر الله مؤسس حملة كمل جميلك واختار رئيسك، بنرحب بحضرتك في أخبار اليوم. أهلا بيك فندم. حضرتك كنا عايزين ناخد رأيك بصفتك قانوني عن قانون التظاهر بالنسبة اللي هو حبس أو محاكمة العسكري المدنيين قبل المحاكم العسكرية، وبعض النقاط اللي أنت شايفها إيجابية في الدستور الجديد. هناخدها يعني واحدة واحدة. بالنسبة لقانون التظاهر، أنا شايف إن هو قانون مثالي ولازم للفترة الحالية، الفترة اللي فيها انشقاقات وقتل في الشوارع وإرهاب، كان لابد من صدور هذا القانون، والأكثر من ذلك كان لابد من صدور قانون الإرهاب أيضا في هذه الفترة حتى تستطيع الدولة أن تفرض سيادة القانون وتسيطر على القلة المنتشرة في الشوارع وتثير هذا الظاهر. هناك انتقادات دولية قدمت لهذا القانون أو تم التعليق به على هذا القانون، وقالوا أنه مش متوافق مع مبادئ حقوق الإنسان. حضرتك لو عملنا مقارنة بسيطة بين القانون التظاهر المصري اللي صادر حديثا وبين قانون التظاهر الأمريكي، هنلاقي أن قانون التظاهر الأمريكي بيقول أنه لا يكفي فقط أن يتم اختيار الجهات المسؤولة أو وزارة الداخلية الجهات الأمنية قبل تنظيم المظاهرة، ولكنه يشترط أيضا أن يتم اختيار جميع المؤسسات والهيئات العامة الموجودة حول المظاهرة. يعني لو عايز أعمل مظاهرة في ميدان التحرير لازم أروح أخطر مجمع التحرير واسم قصر النيل وكل المصالح الحكومية المجاورة لهذه المظاهرة، يا إما توافق يا إما ما توافقش. طبعا هذه المادة غير متوافرة في القانون بتاعنا، احنا فقط بنختر وزارة الداخلية أو الاسم المختص في خلال 3 أيام، إذا كان هناك اعتراض بيتم إبلاغه للمتظاهر قبلها ب24 ساعة. النقطة الثانية اللي موجودة في قانون التظاهر الأمريكي، يمنع التظاهر بجوار المدارس والمستشفيات والجامعات والمصالح الحكومية ومحطات الأوتوبيسات والمترو وجميع المصالح والمرافق العامة. قانون شرع أيضا وشرع أساسا لحماية المتظاهرين وليس لحماية أي شخص آخر، فمن يرفض هذا القانون فإنه يرفض دولة القانون ويرفض استقرار مصر. ونحن مع قانون التظاهر ومع صدور قانون الإرهاب إن شاء الله. ده مقصود إنه ده حرية التظاهر، حرية التظاهر على عيني وراسي، بس أنت مش حر تيجي تحرق لي جامعة وتيجي تقطع لي طريق وتيجي تقتلني وتضربني بشومة، ده اسمه إرهاب. فعلينا ان احنا طبعا الحكومه مرعوبه او متواطئه والاثنين زي بعض واسوأ، انه الجماعه دول ما حدش بيقدر، هم حريه عندهم مش حريه تظاهر، حريه القتل والتدمير والحرق وقطع الطرق وكل اللي هم عايزينه. الحكومه دي عايزه يبقى يتكفل لهم الحريه دي. وعلى فكره كان سياده الاستشاري بيتكلم عن الامريكان، انا لو من امريكا اخرس، لانه انا اللي عندي جوانتانامو واللي انا عندي ابو غريب والحقاره اللي اتعملت وما زالت لسه مستمره، ما اتكلمش خالص عن حقوق الانسان. وقبل ما نتكلم عن حقوق ارهابيين لازم نتكلم عن حقوقنا احنا كمواطنين، ولا ننتفق لاي حكم اخر. احنا لما نطلع بالملايين دي كلها ولا امريكا ولا اجدع من امريكا يقدر يقرب من بلدنا، ده احنا ناكلهم، يعني ناكلهم كده.